المتحدثين على رأسهم معالي فضيلة الشيخ صالح الحصين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه، اللهم اهدنا إلى الطيب من القول واهدنا إلى صراط الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قصة عجيبة ولا تحكي عن فتية، يعني أناس في مرحلتكم في الغالب في مرحلتكم العمرية في مرحلة الشباب العمرية وجدوا لسوء حظهم في مجتمع غريب، وهو غريب من ناحية سلوكه وتفكيره ولكنه ليس غريبا في الحياة، فنحن نجد أمثلة له في الحياة العامة في كل عصر. هذا المجتمع إسفنجي التفكير، فهو لا يفكر لنفسه وإنما يتلقى فعمله مجرد سلبي من ناحية التفكير، ولهذا فهو لا يميز بين الحقيقة والخيال، بين الحق والخرافة، بين التصور الصحيح والتصور المنحرف. هذا المجتمع مجتمع منغلق تحكمه غريزة القطيع، ولهذا فهو حتى لا يسمح بظهور الطاقات الطبيعية التي موجودة خلقها ربنا في الإنسان. فهذا المجتمع مثل ما ذكرت مجتمع يعني هو مجتمع متلقي وليس مجتمع فاعل، فيسمع في هذا الصباح معلومة فيصدق بها، ثم يسمع في المساء معلومة تناقضها فيصدق بها، وهكذا لا يميز بين في صورة الحقيقة عجيبة، لكن عند التأمل تجد لها تطبيقات كثيرة في الحياة. من شأن مثل هذا المجتمع أن يكون متعصب ومتشدد، لا يسمح بحرية التفكير وحرية التأمل. فهذا هؤلاء الفئة التي وجدوا في هذا المجتمع وجدوا فيه، ولكن بحكم طبيعة البشر التي خلقها الله في البشر يعني كان الأمر لديهم من الملكات التي جعلها الله في الإنسان أن يستجيبوا لها، أن يستجيبوا لهذه الملكات ويستجيبوا لهذه الطاقات التي لديهم، فهم يتفكرون في سلوك هذا المجتمع وتفكيره فيعجبون يتأملون ربنا رب السماوات والأرض فلماذا هؤلاء يعبدون بشر مثلهم يعطونهم خالص الحب وخالص الخضوع وخالص القصد والتصديق والولاء. فقاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا يعبدون غير الله. ما هي الحجة؟ ليس لهم حجة. ما قالوا
ربنا رب السماوات والأرض لن نبدأ من دونه. لقد قلنا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا أتون عليهم بسلطان بين. ليس لديهم حجة ولا برهان ولا لأنهم لم يسمحوا لأنفسهم بالسلوك الطبيعي وأن تحكمهم العقلانية وتحكمهم التفكير المنطقي ويحكمهم المحاكمة إلى مقتضيات العقل السليم. طبعا هؤلاء الشباب حاولوا تغيير هذا الوضع وحاولوا هداية هذا المجتمع بعد أن هدوا هم أنفسهم لذلك، ولكن هذا المجتمع المنغلق الذي لا يسمح بالحوار ولا يسمح بالتفكير ولا يسمح بالتأمل لا يملكه بنفسه ولا يسمح لغيره أن يملكه. فطبعا كان رد فعلهم رد سيء، كانوا وضعوا هؤلاء الفتية بين خيارين، أما أن يرجموهم حتى الموت أو يكرهوهم على أن يعودوا ويسكتوا داعي العقل ويكونوا مثلهم. التهديد كان خطير، فلم يملك هؤلاء الفتية إلا أن يفروا بأنفسهم إلى كهف، ولكنهم كانوا على درجة من الإيمان والأمل، وفي هذه اللحظات وفي هذه القضية لم يفقدوا إيمانهم ولم يفقدوا أملهم ولم يفقدوا اعتقادهم بأن المستقبل سوف يتغير وأنهم سوف يغيرونه. لسيد قطب رحمه الله كلام جميل، أنا أتمنى كل واحد يقرأه، الحقيقة أنه لا يمكن يقرأ مثله في أي تفسير من التفاسير عند تفسيره هذه الآيات، هي 4 صفحات. لو كان كل واحد إما أن يقرأها في كتاب أو يرجع إليها في بعض هذه المواقع التي يعني وجد في هذا الكتاب ومعد للقراءة. هذا الكتاب في ظلال القرآن، كتاب قيم، ربما بعد عبد القاهر الجرجاني رحمه الله لم يوجد كتاب يظهر جماليات القرآن وأسراره مثل هذا الكتاب القيم. نعم، والسر في ذلك أن الكاتبة كان أصلاً ناقد أدبي، وأول كتاب في النقد الأدبي على حسب ما أعرف أول كتاب في النقد الأدبي في اللغة العربية كان من كتابته، وله كان أول حياته كل كتاباته في النقد الأدبي، فهو عنده روح النقد والقدرة على كشف الجماليات. أيضا هذا التفسير بالنسبة للشباب يفيدهم ربما أكثر من أي تفسير آخر، لأنه يخاطبهم باللغة التي اعتادوا عليها، ويتعرض ويتناول التصورات والأفكار والسائدة في هذا الوقت. فهو مثل ما وصفه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في ترجمته لسيد قطب بعد وفاته، فقال إن هذا من أهم كتبه. فالكتاب كتاب جليل، لكن وكنت أتمنى لو قرأت عليكم من تصويره لهؤلاء الفتية في الكهف وقوة إيمانهم وقوة يعني أملهم وعدم فقدهم أو إحباطهم في بسبب هذا الوضع الخطير الذي وضعوا فيه. جاء في الروايات دائما أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا، والحقيقة أنك لما تتتبع يعني سير الصحابة الأولين الذين
يعني اعتنقوا الإسلام وفي أول مرة تجدهم كلهم في مرحلة الشباب، لم يجاوزوها إلى مرحلة الكهولة. ربما كان أكبرهم أبو بكر رضي الله عنه، ولكنهم كان وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، كان عمره 38. فالصحابة رضي الله عنهم الأولون الذين انتبهوا وعرفوا حقيقة ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، و التغيير الذي يريد أن يجري في المجتمع الصغير، مجتمع قريش، ثم في المجتمع العالمي، فهموه بسرعة لأنهم على عادة الشباب في حدة الذهن والقدرة على التفكير الشامل العميق الناقد النافذ. جاء في الآثار كان عمر رضي الله عنه يستشير الشباب، يريد حدة أذهانهم. في الوقت وقت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني واجه الصحابة رضي الله عنهم تحديات التغيير من جهتين، هم يريدون أن يغيروا العالم، وأيضا الوضع العالمي كان بالنسبة لهم وضع متحدي، لأن صلته بحياتهم في جزيرة العرب صلة بينها بون شاسع، فكان هناك تحديات للتغيير سلبية يريدون أن يواجهوها ويقوموها، وهناك تحديات إيجابية وهي إرادة التغيير. لهذا كان عمر رضي الله عنه يستشير الشباب، وجرى في الواقع نتيجة إطلاق ملكات الشباب وطاقاتهم أن جرى أعظم تغيير ربما في الدنيا حصل في الدنيا. الصحابة رضي الله عنهم في خلال 30 سنة امتد سلطانهم، كانوا يحاربون في جبهتين، وكانت هذه الحرب ليست اختيارا لهم، وإنما هي حرب أجبروا عليها، لأنهم في حكمتهم وحنكتهم السياسية ما كان يمكن أن يشعلوا حرب في جبهتين لعدوين أصلهما هما أكبر دولتين في العالم، وكان بينهما العداء والحرب الضروس. وكل الأسباب التي يذكرها المؤرخون، سواء كان مؤرخ المسلمون المشتركون في أو المستشرقون في الأسباب ودوافع هذه الحرب، كلها كانت تتحقق بأن يحاربوا في جبهة واحدة، فإذا انتهوا منها حاربوا في الجبهة الثانية. وسير الحروب عندما تأمله بعمق نرى أنه يهدي إلى هذا. كانت بداية الحرب أن طبعا كانت تهديد من الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية البيزنطية، كان تهديد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة تبوك وغزوة مؤتة وغزوة هذه كلها، هذه كانت استجابة لهذا التهديد. فأبو بكر رضي الله عنه لأجل الدفاع عن ضد هذا التهديد أرسل المثنى بن حارثة في سرية، وأرسل عكرمة بن أبي جهل في سرية، لكن كلا القائدين رأى أن قوة الجبهة المقابلة أكبر من القوة التي معه، فاستنجد به، ولهذا ففرضت هذه الحرب على الصحابة، وكانت من تقدير الله وتدبيره، فكانت خيرا للبشرية، لم تشهد البشرية مثلها من الخير والنعمة فيما يعلم من التاريخ
المكتوب. فأقول إنهم في خلال 25 سنة امتد سلطانهم، هزموا الإمبراطورية البيزنطية وهزموا الإمبراطورية الفارسية، وامتد سلطانهم من القفقاس من أرمينيا إلى أقصى المغرب وإلى حدود الصين في يعني حادث لا يزال المؤرخون لا يعرفون، يعني متحيرون في سره، كيف حصل هذا؟ يعني شيء يشبه أن يكون مما وراء الطبيعة، يعني من ما فوق تفكير البشر في هذه المدة القصيرة، كيف يمكن هذا الإنجاز الهائل؟ لكن هناك إنجاز أعجب منه، وهو أن هذه الشعوب الممتدة على هذه الرقعة والمختلفة والأديان فسيفسة من الأديان وفسيفسة من المذاهب، كل هذه جاءت الإمبراطورية، جاءت نعم الإمبراطورية الهيلينية وبعدين الرومانية وكذا، ولم تستطع أن تغير أي شيء في هذا. أما في خلال هذه المدة القصيرة هذه الشعوب كلها انطبعت بطابع الثقافة الجديدة واعتنقت الإسلام وغيرت طريقة حياتها في الأكل وفي الشرب وفي اللباس وفي العادات وفي اللغة، يعني أشياء مذهلة عندما نتأملها الآن نراها أنها يعني كأنما هي الغاز، ولولا أن التاريخ في هذا لا يمكن أن نكذبه، لأنه لو كذبنا هذا ما قدرنا نأخذ أي تاريخ، يعني فمن هذه الصور الثلاث التي ذكرت نأخذ خصائص الطبيعية للشباب. فالشباب أولا يعني حاد الذهن، تعود على التفكير النافذ الناقد، تعود على أن لا تحكمه تصورات مسبقة بحيث توجه تفكيره وتجعله جامد في قالب لا يتغير، عنده قدرة على التفكير المرن. هذه أول خصيصة من خصائص الشباب. الخصيصة الثانية الاستعداد لمواجهة تحديات التغيير، مثل ما ذكرت تحديات التغيير، تحديات تكون إيجابية تقتضي من الإنسان أن يدعم ويؤيد التغييرات الصالحة، وتحديات سلبية تقتضي من الإنسان أن يواجهها ويقاومها يعني لا يسمح بوجودها، فإذا وجدت يحاول رفعها. فالشباب كما رأينا من الصور التي ذكرنا عنده الاستعداد لمواجهة التغيير، عنده أيضا العزم والإرادة للتغيير، عنده العزم والإرادة للتغيير. هذا العزم يتجلى في البذل التطوعي، يعني البذل الذي لا عائد مادي أو معيشي منه على وإنما يتعلق به تعلق دائما. الشباب يتعلقون بالمثل ويؤمنون بها ويكون عندهم الاستعداد للبذل لها، بذل الجهد وبذل الوقت وبذل النفس عند الحاجة. فهذه الخصائص خصائص الشباب الطبيعية التي إذا وجدت وهيئ لها المجتمع البيئة الصالحة تعمل عملها الصحيح. أيهمني منها الآن مسألة
الاستعداد للبذل، الاستعداد للتطوع، وهو الذي يصلنا بموضوع الـ نجد دائما في الحياة أمثلة عجيبة لهذا الاستعداد، يعني استعداد الإنسان للبذل التطوعي الذي هو يعني بذل بدون انتظار جزاء وبدون انتظار عائد، وإنما تحقيق معنى الحياة، تحقيق معنى الحياة. في عام 1937 أو 36 37 كان الشباب في أوروبا يتركون وظائفهم ويتركون عوائلهم من كل مدينة ومن كل قرية ويذهبون للالتحاق بالانترناشنال بريغيد، وهذا تسمية لهذا هذه البيئة التي وجد فيها هؤلاء المتطوعون الذين بذلوا أنفسهم وجاءوا مستعدين للموت في سبيل إيمانهم بمبدأ، وهو مقاومة الفاشية، فكانوا جاءوا للحرب مع الجمهوريين ضد الفاشية والدكتاتورية. طبعا الشيء الطبيعي أن يكون هذا موضع فخر لأوروبا ونقط مضيئة في تاريخها، هذه الصورة العظيمة من البذل والتطوع. ظهرت أيضا في الآداب العالمية. جورج أورويل كما تعرفون صاحب الكتاب المشهور، الجيل اللي قبلكم يمكن أكثرهم قرأوا هذه القصة والرواية العالمية وترجمت في وقتها إلى عدة لغات، كانت ضد الشيعية في ذروة طغيانها وقوتها، ظهر في العربية بعنوان مزرعة الحيوانات. هذا الجوريرو كان من هؤلاء الشباب الذين في ذلك الوقت الذين يعني ذهبوا إلى الالتحاق بالانترناشنال بريغيد، فنتيجة هذا أن ألف روايته الجميلة العالمية التي حازت هوميج تو كاتالونيا. تكرر هذا في الثمانينات، عقد الثمانينات الميلادي من القرن المنصرم الميلادي، ولكن في صورة أخرى. كان الروس دخلوا بدباباتهم إلى كابل في أول يوم من عام 1779 تحت شعار نشر الديمقراطية الاجتماعية وتحرير المرأة ومقاومة التخلف والرجعية، تماما مثل ما حصل بعد 20 سنة عندما دخل أمريكا، عندما غزت أمريكا تقود تحالف من 40 دولة، أفغانستان تحت شعار نشر الديمقراطية السياسية وتحرير المرأة ومقاومة والقضاء على التخلف. فأقصد عندما الشباب المسلم رأى هذا الظلم والطغيان والهب من كل بلد إسلامي من أندونيسيا إلى نيجيريا إلى المغرب، لكن كان أكثر زخم الشباب هو من المملكة. يعني لو قلت أن ألوف يمكن يبلغ يعني
حقيقة ألوف وحماسات، أنا ما عندي إحصاء، لكن المملكة كان الشباب منها من ناحية العدد ومن ناحية، لأن أيضا ساعدتهم الظروف، كانت أيضا الحكومة والشعب كلا في جبهة واحدة، وكانت الحكومة تشجع الجهاد وتشجع هذا، فراحوا من كل قرية ومن كل مدينة. أنا كنت في ذلك الوقت أذهب إلى هناك، فأتذكر حتى الآن كيف كنت أواجه هؤلاء الشباب، أجد النبل والشهامة والمروءة والرجولة، ويعني خلاصة شبابنا. أتذكر أني كنت أحياناً أضع ورقة أمام عيني حتى لا يروا الدموع تفيض من العين، تأثراً بهذا، وتأثراً يعني التضحية التي يواجهونها ناس ما يعني تعودوا، ما تعودوا الحر ولا تعودوا البرد ولا تعودوا التقشف ولا يعني يواجهون أقسى ظروف الحياة، والحمد لله أفادهم هذا الجهاد أفادهم. فلما رجعوا كل الذي أعرفهم، أصلب عود ويعني أنضج تفكير وأكثر تكامل في الشخصية، وجد أعداد بسيطة كأي في أي مكان، لكن الحقيقة أن لم يقدروا حق قدرهم، لأن الناس مع الأسف لم يعرفوا ولم وهذا الأثر في الحقيقة يصعب أحيانا تقديره ورؤيته، لكن الأثر على الشباب من كل الذين عرفتهم رجعوا أكمل مما كانوا، لكنهم الواقع لسوء الحظ فيما عدا المملكة واليمن، حكوماتهم العربية استقبلتهم استقبال سيء، لأن مثل ما نعرف كان العراق صدام وسوريا البعث وليبيا ومصر، فكان العائد منهم إذا لم يواجه القتل وجه بالسجن، إذا لم يواجهه وجه بالتحقيق. وتفاهات الإعلام العربي أيضا ظنت عليهم حتى بالاسم الذي يستحقونه وهو الجهاد، سموهم الأفغان العرب، وهذا الحقيقة هذا الفارق في النظرة. يعني قارنوا بين نظرة أوروبا وكيف هذا، وقارنوا أيضا بين الوضعين، هذا الوضع وضع مختلف، هذا اللي كانوا يستجيبون لنداء الله ويستجيبون لنداء الضمير ويستجيبون للخلق العربي الذي ندعيه للعرب من ناحية الشهامة والمروءة والرجولة، وكيف ردود فعل مع الأسف تفاهات الإعلام العربي وكون هذه الصورة وأوجد صورة لا تليق بهم، عممها لأن أفراد قليلين انحرفوا فعمم هذه الصورة على ولم يعرفوا أن نعم الله يحفظك. أنت تحدث؟ لا الله يسلمك لا تقاطع. يقول أن من مصيبة الشيخ مصائب الشيخوخة عدم ترابط التفكير، والسبب النسيان، فإذا جاء واحد يقاطعك معنى تبي تنشل. آسف الله يحفظك، بس عاملني على أني بلغت من الكبر عتية، جزاك الله خير. فأقصد حفظكم الله هذه خصائص الشباب. نعم
في هذا العصر، هذا العصر أنا أحب أني تسلسل الأفكار وأذكر بها، أن قلنا أن من أهم خصائص الشباب يعني القدرة الذهنية والفكر الناقد النافذ، الاستعداد للتغيير والقدرة عليه، العزم وبذل الجهد، البذل التطوعي الذي لا يرجى منه جزاء دنيوي، يعني التعلق بالقيم والتعلق بالمثل. في هذا العصر أبرز صفة هي التغير، التغير المتسارع. يعني أنا من جيل أدركت الإيقاع الزمني البطيء، يعني كان الحياة تمضي 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، قرون لا تتغير. العصر الذي أنا عشت فيه كان مثل العصر تماماً الذي عاش فيه الإنسان قبل 2000 سنة وقبل 3 سنة. كان الناس يزرعون مثل ما يزرعون، ويتنقلون مثل ما يتنقلون، ويصنعون مثل ما يصنعون، وأسفارهم وحياتهم ووسائلهم وحتى طريقة حياتهم. كان الإيقاع بطيء، ثم جاء هذا التغيير الذي لا يكاد الإنسان يلاحقه. بالنسبة لمثلي أنا أعتبرها ميزة، لأن الآن نحن نتصور التاريخ على حقيقته، لأن نحن عشنا. أنتم شباب تصورونه شيء مقروء أو مكتوب أو يعني شيء مقروء أو مسموع أو كذا، يعني هي ألفاظ صحيح تؤدي معنى، لكن لا تحسون ولا تتصورونه مثل ما نتصور نحن الذي عشناه. لكن رأيت، تابعت التغير وانتبهت له، لأن أعيشه وأشاهده. الآن لو فكرت في بيتك، في غرفة من غرف بيتك، وعددت الأشياء التي فيها، التي موجودة فيها، لا تكاد تجد شيء كان موجود من 60 سنة. كلها أشياء جديدة، كلها أشياء استوردناها وجاءتنا من مصادر أخرى، فليست لنا وإنما هي أشياء جديدة. فهذا تغيير مادي، وكل أحد سهل عليه أن يدركه. اللي قد يصعب أحياناً لإدراكه اللغة، اللغة تغيرت. واحد من إخواننا كتب عن اللغة، يعني اللهجة العامية في الوشم، فأخذت الكتاب هذا وقرأت صفحتين على ابن أخي كان عمره 30 سنة، فلم يفهم كلمة واحدة. يعني هذا الحقيقة ما ندركه إلا لو عملنا تجارب من هذا النوع. يعني اللغة اختلفت. لو واحد من 70 سنة خرج من قبره وجاء لن يستطيع أن يفهمنا، لأن قطعاً نص المفردات والألفاظ والتعابير التي يستعملها لا تستعمل الآن، والألفاظ والتعابير التي نستعملها الآن ليس لها معنى عنده. فاللغة تغيرت ربما أكثر من التغير المادي. هناك شيء أهم يقال، اللغة تفكير ناطق، والتفكير لغة صامتة. الواحد ما يفكر إلا باللغة. يعني لما نقول أسود وأبيض، ما هي أسود وضعنا اللغة، هذا أسود وهذا أبيض، لكن يمكن أن أغيرهم. فالتصور، التصورات، وهذا أخطر شيء. يعني التصورات لدينا
تغيرت كثير، وأنا ومن في سني يلاحظ هذا التغيير كما يلاحظ تغير اللغة كما يلاحظ التغير المادي. مع الأسف هذه التصورات قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، قد تكون صالحة وقد تكون غير صالحة. الحضارة الغربية وما نسميه الآن الثقافة أو الحضارة العالمية المعاصرة، من العدل أن نسميها الحضارة الغربية، لأن الحضارة الغربية الحقيقة لما طلعت الشمس على الكرة الأرضية امتدت عليها جميعا، لكنها كانت مثل عصا موسى تلقف الثقافات الأخرى وتبتلعها، أحيانا تموت في جسمها بدون أن تستفيد منها، أو أحيانا تلفظها بإفرازاتها وتغيير وضعها. الحضارة الغربية بإشعاعها وبكل أطياف هذا الإشعاع أثرت على الحياة البشرية. الاستجابة من الثقافات الأخرى كانت مختلفة، منها ثقافات يعني أشخاصها والحاملين عليها الحاملين لها كانوا أقوياء، وكان لديهم اعتزاز بألوان من ثقافاتهم كانوا يرونها نافعة، وهي في الحقيقة ثبت أنها نافعة، وكان عندهم الشجاعة والجرأة أن وقدرة على المقاومة، مقاومة التغيير، فحافظوا عليها. يمكن نذكر مثل اليابان. في شعوب أصل الأفكار وهذه الثقافات ليست قوية وليست أو لا بحاء أو يعني لا موضع لها لا فيها في هذا العصر، وأهلها أيضا ما كان عندهم جرة، ف يعني ماتت وكان من السهل أن تموت. بالنسبة للعالم الإسلامي حدث أمر غريب، لديه الأفكار القوية، لديه الأفكار القوية لكنه ضعيف انهزامي، فلم يميز بين ففي كثير من مجتمعاته مع الأسف الشديد انطبقت عليه صفة المجتمع فتة أهل الكهف، صارت هذه المجتمعات مجتمعات إسفنجية، يعني تتشبع وتتشرب ولا تعطي ولا تفرق في التصورات بين ما هو صالح وما. فيعني الحقيقة هذا سر ومشاكلنا، وهذا ما يحتاج الشباب يحتاجه العالم الإسلامي من وما يتطلبه من الشباب بقدراتهم وقدرتهم على التغيير، وأن فعلا يحاولوا أن يغيروا هذا الوضع. وضع الحقيقة غريب، ويعني الإمكانيات الهائلة في ثقافتنا الحقيقية، يعني في فرق بين ثقافتنا التقليدية السائدة الآن وثقافتنا الحقيقية التي كان يجب أن تكون هي ثقافتنا وهي الإسلام. الإسلام لديه من الإمكانيات ما يمكن أن يغير حياتنا ويصنع لنا التقدم. المشكلة أننا غير واعين بهذه الإمكانيات. هذه الإمكانيات ليست فقط لصنع ووجود تقدمنا، بل هو تقدم البشرية.
الحضارة المعاصرة، نعم الحضارة المعاصرة مع الأسف الشديد بهذه الخيرات والنعم والمنجزات التي أعطتها الإنسان في هذا العصر، الثروة المعرفية، التكنولوجيا في التنظيم والتكنولوجيا في الإنتاج، النضج الفكري، بل أيضا حتى في المجال الخلقي، مثل ما نسمع الآن عن حقوق الإنسان وعن القيم الكونية، العدل والحرية والمساواة وأمام القانون، ويعني كل هذه الأشياء أشياء الواقع أهدتها الحضارة الغربية للعالم المعاصر، وهي لا شك أنها هدايا قيمة، والمفروض أن نحاول أن نستفيد منها وأن إلى أقصى حد ممكن، لكنها مع الأسف من جانب آخر أوجدت لدى العالم ثلاث أزمات لا تزال تتعقد ولا تحل. فطوال هذه القرون التي صارت هذه الأزمات تتراكم، ثلاث أزمات هي سر شقاء الإنسان الآن، وسر العنت الذي يعانيه، وسر الحياة الضنك التي يعانيها بالرغم من كل وسائل السعادة. أول هذه الأزمات أزمة الروحية، يعني فقد الإيمان المؤسس على السببية العقلية، إما أن يكون إيمان مبني على خرافة، وهذا العصر المفروض أنه ليس هو هذا عصر، ليس هو عصر الخرافة، ضد الخرافة، أو لا إيمان ينتج عن الإيمان المبني على غير السببية العقلية، أنه عرضة لأن يتزلزل وأن يزول وأن كذا. أما عدم الإيمان فالحقيقة أنه يفقد الحياة، يفقد الإنسان معنى الحياة، ما يكون للحياة معنى. أهم شيء أنه يفقد أيضا الأساس الأخلاقي، كما نشاهد نسمع عن الأخلاق لكنها يعني ما الحقيقة إنها كلمة تردد ويعجب الناس بها وكذا، لكنها من ناحية التطبيق يعني فهي في أزمة. الأزمة الأخرى الأزمة السياسية، العلاقات بين الدول تبنى على المصلحة الذاتية، المصلحة القومية، وعلى القوة. أي قاطع طريق هل له مبدأ غير هذا؟ أي عصابة إجرام هل لها مبدأ غير هذا؟ أي حيوانات في الصحراء أو في الغالب أو في الغابة أو في الغابة لها مبدأ غير هذا؟ هذا هو يعني هذا هو سر هذه الحروب والمظالم، و يعني امتهان كرامة الإنسان، امتهان حريته، سر هذه الحروب يعني المجنونة الحمقى. أسوأ ما فيها أيضا أن كلمة حتى المصلحة الذاتية كثيرا ما تكون ليست مصلحة ذاتية، وليست مصلحة وطنية، وليست مصلحة قومية، وإنما هي مصلحة يعني طائفة معينة، أو يعني نضرب مثل بحرب العراق. حرب العراق هذه الدولة التي تعتبر رمز للحياة الثقافية المعاصرة وهي أمريكا، خسرت نفوس 4000 حسب الإحصاءات الرسمية أو كذا، من
زهرة أبنائها خسرت المليارات، خسرت سمعتها ولطختها انتهكت ما تسميه قيمها الأمريكية أو قيمها الكونية. الذي استفاد دولة واحدة صغيرة استفادت 100% ولا خسرت ولا 1%. فأين يعني العقل وأين فالبناء العلاقات الدولية على المصلحة القومية أو المصلحة الوطنية والقوة التي الآن نرددها نحن، المصلحة الوطنية وأن العلاقات يجب أن تبنى على المصلحة الوطنية وكذا، نرد تردد الببغاء. هذه هي التي خلقت الأزمة السياسية التي هي أوجبت هذه المعاناة للبشر. الأزمة الثالثة وقد تكون أيضا أساس لهذه الأزمات، أو يعني هذه الأزمات الحقيقة ما تدري وين السبب وين النتيجة، يعني كل واحد منها سبب لآخر ونتيجة له في الوقت نفسه. هذه الأزمة الاقتصادية من عهد آدم سميث وطوال 200 السنة الماضية عجزت الحضارة الغربية، وبالتالي ما نسميه الآن الحضارة أو الثقافة العالمية المعاصرة عن حل والتوفيق بين الاتجاه الجماعي والاتجاه الفردي في الاقتصاد. جاءت الشيوعية فطبقت الاتجاه الفردي بكل قوة، وخلال مدة طويلة 70 سنة ثم فوجئ العالم بانهيارها. انهيارها ليس بسبب أن التوازن في التسلح، ولا أن اختل، ولا أن القوة العسكرية يعني اختل فيها التوازن أو كذا، لا، لأنها نفسها يعني انكشف أنها يعني اتجاه هش لا يستقيم مع الحياة. نفس الشيء بالنسبة للاتجاه الرأسمالي، لأنه عبارة عن أزمات دورية. أحياناً تكون أزمة مثل أزمة عام 29 التي أتت بالحرب العالمية الثانية، يعني والآن مثلاً نشوف المعارض صور الأغنياء الكبار يصفون في طوابير لأجل الحصول على خبز الصدقة. صارت أزمة عالمية، والآن الناس في ظل هذه الأزمة الحالية الاقتصادية، ولا أحد يدري كيف تتطور الأمور. الإسلام أثبت التاريخ وتثبت المحاكمة المنطقية. نحن كل ما قربنا منه قربنا من حل هذه الأزمات. حدث فعلا أنها يعني وجد يعني مبدأ للعلاقات الدولية طبق من جانب واحد وهو جانب المسلمين الأوائل، ومع أنه يطبق من جانب واحد ولكنه نجح. آية النجاح مثل ما ذكرت في أول المقدمة، هذه الظاهرة التي العالم الآن حائر ما يقدر يفسرها. الأزمة الاقتصادية أيضا مع الأسف هذه تحتاج إلى ما هي إشارات، وأنا ما أحب أني أختصر الكلام في على موضوع مهم في مجرد كلمات أو كذا، لأن هذا لا يعطي شيء بل يشوه، لكنها فعلا انتهت إلى التوفيق بين الاتجاه الفردي والاتجاه الجماعي بأخذ كل إيجابيات هذا وتفادي سلبيات هذا. أخذت
الملكية الجماعية أو بدون أن تؤثر على حافز الربح، وأخذت بالاتجاه الحر من غير أن تؤثر على العدالة الاجتماعية. المسألة ما تحتاج منا أبدا إلا إلى تفكير قليل واستعادة شريط التاريخ. أما بالنسبة لمسألة يعني الأزمة الروحية فالأمر واضح، هذا أمر فوق الكلام. أنا أعرف أني طولت شوي، لكن أريد حفظكم الله أن يعني ما ودي أترك الموضوع بدون مبتور وبدون كذا. نحن نتحدث عن التطور. من حسنات الثقافة العالمية المعاصرة، من حسنات الثقافة الغربية أو الحضارة الغربية أن اهتمامها بالعامل الإنساني وبالتطور. في عام 1428 في آخرها عقد مركز الرحمانية في الغاط ندوة، كان يشارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية في المملكة ومندوب عن وزارة الداخلية وشخص ثالث. فكان وزير الشؤون الاجتماعية يقارن في بين الجمعيات الخيرية، يعني جمعيات التطور، مؤسسات الخيرية بين يعني دول العالم. ذكر نجيبه هنا علشان الحقيقة، ذكر أن في أمريكا لكل 163 شخص لهم مؤسسة خيرية. في فرنسا لكل 102، في ألمانيا لكل 100، في فرنسا لكل 106، في ألمانيا لكل 102، في مصر لكل 500 مواطن مؤسسة خيرية. المملكة كما ذكر الوزير جمعية لكل 7500 شخص. أنا أعتقد أن هذا لابد يكون خطأ، أنها لابد أنها 57,000 شخص، لأن الحقيقة مثل ما ذكرت يمكن العام الماضي أو في الخطاب أمام الملك عندما تعرضت لهذه المقارنة، أنه لو كان لدينا جمعية لكل 1,000 شخص لكان يجب أن يكون عندنا 33,000 جمعية، ولكن الموجود عندنا 600. فتشوفون حفظكم الله هذا الفارق الهائل بيننا وبين العالم المتقدم. في أمريكا من كل 2 من السكان 1 يتطوع بخمس ساعات عمل أسبوعيا، يعني 750 مليون ساعة يبذلها المواطنون في العمل، في البذل التطوعي، البذل بالعمل غير البذل بالمال. 750 مليون يعني 150 مليون ساعة في اليوم، يعني عمل أكثر من كل وظفي الحكومة الأمريكية. ما هي مصيبتنا؟ ما نؤمن بالعمل التطوعي؟ يعني هل نحن أقل إحساس إنساني من الشعوب الأخرى والبلدان الأخرى؟ هل ماضينا يثبت فعلا أن هذه خصيصة لنا؟ ما في
ثقافة في العالم أو حضارة في العالم بنيت على البذل التطوعي مثل ما بذلت الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية بنيت على الأوقاف، يعني كانت الحكومات قبل الدول الحديثة تهتم بالأمن الخارجي والأمن الداخلي والقضاء، أما ما يحتاجه المجتمع فلا تهتم به الحكومات. في الحضارة الإسلامية كل الخدمات التي يحتاجها المجتمع كانت مؤسسة ومبنية على الأوقاف، الطرق، الكباري، كري الأنهار، المستشفيات، المكتبات، المدارس، المعابد، يعني كل ما يتصور أشياء عجيبة. يا ليت عندي وقت وأذكر لكم هذه الطرائف. فالحضارة الإسلامية بنيت على الأوقاف، بنيت على البذل التطوعي. إذن ما يعني لما يكون هذا شأننا في الماضي معناه ليست خصيصة لنا وليست من طبيعتنا وليس لا ننفرد عن الشعوب بعدم الإحساس الإنساني واستجابة الإنسان لفطرته الطبيعية واستجابة الشباب لما أعطاهم الله من هذه الملكات ومنها الاستعداد للبذل. نعم نعم الـ يعني الـ كون أيضا الشيء العجيب أن كون الحضارة الإسلامية بنيت على الوقاف ميزتها عن كل الحضارات الأخرى. الحضارات الأخرى أنشأها الفراعنة أو الأباطرة أو القوى السياسية والعسكرية، أما الحضارة الإسلامية فما دام أنها بنيت على الأوقاف وهذه الأوقاف من أفراد الشعب فهي حضارة شعبية، ليست حضارة قوى مادية أو قوى حضارة أو عسكرية أو باطرة أو طغاة. الخصيصة الثانية أنها حضارة إنسانية، يعني نحن نرى الحضارة الأخرى فيها الجانب الإنساني لكن فيها الجانب الذي يعني يمتهن الإنسان ويمتهن كرامته ويذيبه. أما كون الحضارة تبنى على الأوقاف فالأوقاف شرطها الأول أن تكون القصد فيها إنساني، قصد خير وقصد بر. كسبت من هذه الخصيصتين خاصية خاصة ثالثة، إحنا نشوف الحضارات الأخرى تبيد بأسباب الفناء وأهمها الحروب والتقلبات السياسية والأوبئة والكذا، أما الحضارة الإسلامية فكانت ممتدة، تجي الحروب، يجي الصليبيين ويجي التتار وتجيء التقلبات السياسية وتجيء الأوبئة وتجيء الكوارث وتجيء كذا، والحضارة متجددة باقية. فهذه الخصائص الثلاث يعني من حق الشباب أن ينتبه إليها وأن يعرف يعني يعرف قيمته وقيمة حضارته وقيمة الإمكانيات التي تخزنها هذه الحضارة، قيمة الإمكانيات التي يختزنها الإسلام. الإشكال أن بانبهارنا بالحضارة المعاصرة ونسميها العالمية وبأخذ تصورات غريبة منها وهي تصورات أيضا أدنى من تصورات المصدر، نتيجتها ضعف ثقتنا بالإسلام. ضعف ثقتنا بالإسلام جعلتنا لا نعي بالإمكانيات الكامنة في الإسلام، وعدم وعينا بهذه الإمكانيات طبعا جعل من المستحيل أن نستفيد منها. أنا أعرف أني أطلت عليكم وأثقلت ولا شك، لكن يا إخوان
هذه قضية، أنا شايف قضية من أكبر القضايا. العالم الإسلامي بخاصة مثل ما كان يحكى عن بعض الشعوب الإفريقية عندما يجيء المستعمر فيبيعهم الخرز ويأخذ منهم كيلوات الذهب، عندهم الثروة ولكنهم لا يقدرونها ولا يعرفون قيمتها، ويبهرون بتصورات يا ليت أن الوقت متسع وأجيء بأمثلة واضحة وظاهرة، لأن الحقيقة أنا أكثر ما يؤرقني هذا يعني عدم الانتباه لهذا الأمر، عدم انتباه لوسيلة التقدم الحقيقي. نحن نتحدث عن التقدم في الحياة، لكن أيضا ما نتحدث عن الحياة التي يسميها القرآن الحياة الطيبة. من عام من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، وهي ضد الحياة الضنك لمن أعرض عن ذكر الله وأن سوف يكون في معيشة ضنك. له معيشة ضنكا، فالمعيشة الضنك الآن هي شكرا. أشكركم على صبركم واستماعكم، أختم بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بأن نعي وأن نعمل، وشكرا. شكرا لك.